أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم جعل في البر أو نزل عليكم حا سمن ثم لا تدلونكم وكيل أو منتم أن يدكم بين تارة نقول فنزل عليكم حا سمن من الريح أو يقول لكم بما قبرت ثم لا تدلونكم علينا هديتي ولقد كرمنا بني آدم وحملنا في البر والبار ورزقنا من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل اناس بامامهم ونريد الكتاب بيمينه اولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه امن فهو الى كلتا بضل سبيلا وان قالوا ابتلوك الذي اوحي اليك لتبتلي علينا قيلا واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن الانشاء قليلا اذا لاذقناك ضيف الحياه وضيف الممات ثم لا تلك علينا سيلا وان قالوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منه وإذا لا بصوم خلفك إلا قليلا سنة من قد رسلنا أولك من رسولنا ولا تدلو لسنتنا تحويل أجم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسج الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهور ومن الليل فتحزن في إمام فيلة الله أسيان بأسك ربك مقام محمول وقر ربي ألقني ملك الأسرج وأخرجني مكر الأسرج واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء نقول الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونعي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلتي شاكر أليم شاكرا أليما شاكرا لأنم شاكرا وإما كفارا فربكم أعلم من هو عليه سبيلا ويسألونك عن الروح ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن المهيد قل هو أذي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلكم سن ولن شئنا لنذهبن الذي أوحينا إليك ثم لا ترك فيه علينا وكيلا إلا رحمة من رب إن فضله كان عليك كبيرا قل إن انتمات جمس والجن على مرحمة آيات مثل هذا القرآن لا يأتونه مثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد سرمنا للناس في هذا القرآن من كل مسلم فابي اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تبجر الله من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتبجر الانهار الى لها تبجيلا او تسقي السماء كما زعمت علينا كسافا او تاتيه بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقي من السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي ان كنت الا بشر رسول وما منع الناس ان يؤمنوا جار هدير الا ان قالوا ابا صلى الله بشر رسول قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء كان رسول قل كان بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بادئ كبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دوني ولا يجد يوم القيامه على وجوههم بكم وصفا واويهم جهنم قل ما خبت زيدناهم سعيرا ذلك الذنب بانما قولوا باتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعلهم أجل لا ريب فيه وهم ظالمون إلا كفورا قل لم تملكون كذا إن رحمة ربي إذا الله سكتم في شتى الباب وكان الإنسان قدورا كلي ولقد آتينا موسى تسعة بينات أدل بني إسرائيل إن جاءهم فقال هو فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ولقد علمتم ما بلا هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا أراد أن يستفزهم من الأرض أغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل كلا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نادل وما أرسلناك إلا بشرا ونذيرا كم سي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقر ونزلناه تنذيرا ولا منوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلي عليهم يخرون المقال السلام ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعولا ويخرون المقال يبقون نذيرهم بشرا ويدعو
Allah udur rahman ayyan mata dawo fara wala sama wala sire wala jara bi salati wala to kafin ho o tiki mana da raka sabila o kullu alhamdulillahi lillahi wa takidu wala dawo lamme kullu shariku bi kullu wala me kullu yawmin dhilli o kafin wata kabila suratul kahfi hakke tuma mi atuma kan su'ul bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala ala al kitaba wala bi anhu yawdu ay man yudrab asan shirina min ladhu wa yashrul mu'minina alladhina amanu salihat anna lahum ajran hasana hakithina bihi abada wa inna alladhina qalu taqabbal allah wa radu ala hubbihi min ولا لآبائهم أبرت هل ما تتكون لنفوائهم إن يقول الله كان باكوكو هل أعلق باجه نفسك على سيره إلا من يمين هذا الذي تعتبر ناج أنما الذين تلع لنبلوهم أيها سنة مناو إنا لدى أهلنا ما لا سيره درودا ما سنة أن أصحاب الكافر والرقيم قالوا من أجل عجبا إذ والفتيات إلى الكافر فقالوا ربنا آتنا من لدن كرامة وأجلنا من أمرنا رشدا أمران بهم ربهم رشدا فضربنا على آذانهم في الكافر سنين عدد هو بأدنا من الأعلم أيها أسألي ما لي سوء أمر لأن قصة عليك أنا باهم بلاك إنهم بيجيت الأمر بلاك ودنا فلي ولا بقول على كل بيمو إذا كانوا بقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا إن دونه إله إلا قلبنا إذا انشغلوا هؤلاء هم نتدعو من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فما نظلموا إما نتري على الله كذبا فما نظلموا إما نتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فما نظلموا من كسب بآت الله واسعد فأنه فأنا ظلمه هم من انتنى الله يتظنك بآت أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ما نظلموا إما نتن الله كذنوك بآياتي إنه لا يبلغ المجرمون ما نظلموا ممن كذب على الله وكذب بصدق بجاوة إن يتظلتموهم أما يعبدون إلا الله فأووا يتستووا وإن تلووا إلى الكافر انشر لكم ربكم من أمتي ويعيلكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا لا تزور عن قائمهم ذات الأمير وإذا غربت قلبهم ذات الشمال هم ببلغة منه ذلك من آيات الله أن الله فهو المؤمن وترمي اخوان يدير على تدور يا مرشد وتعالوا يا قا لو هو نقول ولو قال لمدات لمن ذات شمال وقلبهم باسر عند نائب الوزير لو ان لا تعلم لو انت من فرار ولا مليت من هروا كذلك باسر لو يتسالوا بين قال قائل منهم هم لبستوا هل لبسنا ما نبعضهم هل ربكم مالك ما لبسوا وباسوا اهلكم ولدكم هذه الى المدينه هل ينظر هذا كذاب هل ياتكم من الجبير ولا تلدوا ولا يشرن لكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجوكم او يعيدوكم بهم لَجِهُمْ فَلَنْتُولُوا إِذَا نَبَلُوا وَكَذَلِكَ أَسَرْنَا عَلَيْهِ الْمَانُ وَلَلْهَقُوا نَسَاتَ لَرِكُوا بِيَدِهِ تَنَادُونَ بَيْنَهُمْ أَمْضَهُمْ فَقَالُمُونَ عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا رَبُّهُمُ أَلَمْ بِهِمْ أَلَى الَّذِينَ غَلَبُوا أَلَمْ لِلَّتَكِدَنَّا عَلَيْهِمْ مَزِرَا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَا مِنْهُمْ يَلْقَى أَثَامَا كَلْبُهُمْ قُرًّا بِيَا أَلَمْ بِدَّةِ مَا لَمُهُمُ إِلَّا قليل ألا تماري فيهم إلا مراء واهرم ولا تغتب بهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك قل لله إن يشاء الله وذكر ربك إذا نسير وقل أتي أن يهدني ربي لا غرب لا رشد ولبسوا بكام ثلاث مئات سنين ودلالوا تسير ولله ما لبسوا لو غيب السماء تنور أبصر بي وأسمع يجبوكم على هم وليهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي واتلو عليهم نبأ إبراهيم سورة فا تهات الكتاب وإنه مفا تهو الغيب مفا تهو نزل أو صديقكم مفا تهه لتنوء يتبوء نتبوء ويستهزو كتا كن يمه الله ما يشاء ويثبت كتا هم معلوم قاسين ياسين تلك آيات القرآن وكتا بمبين ياسين والقرآن الحكيم صاد والقرآن الزكر قاف والقرآن المجن في التوراة والإنجيل والقرآن لا مبدل لكلماتي ولم سد من دونه من ولم ولا يشرك بي هدا وتر مالك من كتاب مبدل الكلمات من دون ملتها لا وثبت سكما الذين يدعون رب الغداة والعشي إذ نوجها ولا تعد أين
إن الذين آمنوا بالصالحات إن لا نضيع أجر من حسنة إن الذين آمنوا بالصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إن الذين آمنوا بالصالحات جعلهم ربهم بإيمانهم أجري من تحت النار في جنات من دعويهم فما كان دعويهم وآجر دعويهم فما بال تلك دعويهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقتوا إلى رب ملاك أصحاب الجنة هم بها خالدون منهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس يرثون الفردوس من الصالحات تجعلوا لهم الرحمن ودا ودا ولا سواعا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة أملا كني أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يلون فيها من الثمر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سنتمرق متكئين فيها على رؤوس حمار وأزواج مرحبا ودلوا لمثل الرجل جعلنا لحال الجنتين من أعناب ما فوقنا من أكلم وجعلنا بينهما دراكلة الجنة آتت كل عالم تظل من وجهه وبدلنا كلالهما نهرا كان له سفر وقال لصاحبه هو يعاوله انا اكثر من كمال ما دون فرانك لجنه هو ذلك من لبس هذا ما دون انت من هذه ابدا ما دون اساتها قائمات ولا ارددت الى ردي لا اجدن ما خيرا منه ما منقلبا فوقه انا وصا هو هو يوها وينه اكفرت الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم فهو كرجل لكن هو الله الذي فلا اشرك بربي انا ولا اخلد ذكرت جنتكم كما شاء الله لا قوه الا إن ترني أنا أقل من كمال مهند أسير بي أن يجني خير من جنتك ورسل علي خضوانا من السماء فتلك بها سيدا زلما سيدا جروزا سيدا طيبا فمسه بوجوهكم وأيديكم سيدا طيبا فمسه بوجوهكم وأيديكم منو أو يصبح ما أهدر ألم تستني على خود لباكني أو هي من سمر فاد بوي قلب كفه أنا ما بقدر كويت أنا وشه ويقول يا ليت لي لم أشر لم يعد ولم تكن له بيات يزرنا من دون الله فما كان مستسر هنالك ولا تل الله الحق هنالك دعا ذكر يا ربه هنالك وانقلب ساجدين هنالك تمر كل نفس ما سلفا هنالك صبورا هنالك ابتلى الفهم وزلزلوا إذا زلزلت زلزالا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هم أتي نصر الله إذا دع نصر الله حقا علينا نصر المؤمنين هنالك مهضوم وقسر هنالك المبدلون وخسر هنالك الكافرون هو خير ثواب وخير عقبا وضرب لهم مثل لا تبني أمام رب الدائرة أنزلناه من السماء وامطرنا به نبات الأرض هشيما تدروه الرياء وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وتل الأرض باردة فحشرناه ألم نقاد منهم أحدا ورضوان ربك سبع لقدتمنا كما خلقناكم أول مرة أنتم أن نجعلكم موعدا وأودع الكتاب وتل المدير من المسجد وما فيه ويقولنا لتنا ما لهذا الكتاب مائي لا يبقى إذ سجيرة ولا كبيرة لا عزيز ودنو ما قلوها إلا ولا دل مربوك أنا ودقونا لمناكس لأنه أسجل الله من سكان من الجن فاسق أنا من ربي أما تتكتون الدنيا تعالى من دنيا وخلقكم عليهم إذا لبال من فضل أجهته هلقى سمات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متكدا مضلين أبدا ويوم يقول نار شركاء الذين دمت ودعوه ألم يستجيبونه وجعلنا بينهم موبقا ولا المدنم النار وظنوا أنهم واجهوه من جنة مسلمة ولقد سرنا بهذا القرآن للناس من كل وكان الإنسان أكثر شيء دليله وما أمر النظر أن يؤمنوا إذ يعرفون ويستكبرون ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب جبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أو منذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل إذ بلا قول تكذبوا آتيهم أنذر خدعاكم وما نظلموا إما ذكر بآتي ربه فأرد أنا نسمع قدم اليد إنا جعلنا على
قلوبهم أكنة من يقهو أبي أذاني وقرو وإن تلهم إلى الهدى فلن يهتم من ملاما وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤتهم بما كسبوا لعد لهم الأمام اللهم إلو لن يدنوا من دون مؤلاء وتلك القرى أحلقناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم وإلو وقد قال موسى لفتيه والأمره حتى بلغ مجمع البحرين أنبيه هدوا على ما بلغ مجمع بينهما نسيوت وما اتخذ سبيله بالبعد سنما كل كرفة لما جاءتوا على لفتيه آتنا غدو أنا لقد لقينا من صبرنا هذا نسمه على أرائيته إلا وإلا إلى سخرة إني نسيت الحور وما أنسيني إلا الشيطان على ذكرة واتخذ سبيله بالبعد أجمه على ذلك ما كنا نمو وارتدنا على في ريهما قصصا وجدنا من إبادنا تنا ورحمة من إندنا وعلمنا من لدنا علما على الهو سيالة تبوك على أن تعلمني مما علمت رشدا على أنك لن تتدي أصبا وكيف تدمر على من ذي كبرى قال ستدل إن شاء الله أصفا إلا ولا سيلك أولا على فين تباتني ولا تسألني عن شيء حتى أجلس لك من هذيك عند لك حتى إذا رجم بسمية خرقه على كرغة لتقر غير لقد جاءني من أخري على رمى قل إنك لن تتدي أصبا على تؤكيني من نسير ولا تهيكيني من أبنسر عند لك حتى إذا لك يا غلام فقتل على قتل نصبا كتب غير نفس لقد شاهد نقرى قال رمى قل لك إنك لن تتدي أصبا على إن سألتك عن شفار فلا تسافر على بلغة من الله بن ذرا عند لك حتى إذا أتوا على قرية إنت رمى لا فابون يضيفوا فوتنا في أجدار يريد أن يبقى فاقام على لو شيتا لا تكت عليه عجرا على هذا في رحبه بيني وبينه سأنبهك بتاويلي وألم تزدني عليه سورا أما السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر أردت أن يبره وكان وراءهم ملك يأخذ قلنا سفينة وصبا وأما الغلام أكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما دقيانا وكبرا أردنا أن نبدلهما ربهما خيرا منه زكاة ما قرب رهما وأما الجلال فقال غلامين يتيمين لمدينة كان تاته أرض لهما وكان أبوهما صالحا أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستقل جاء أنهما رحمة من ربي وما فعلته على أمري ذلك تاويل ولم تصدي عليه سورا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من هذه ما كان نار في الأرض أتينا من الشين صابون أنت واسع من تايدا ولك مغرب الشمس ودل أتقول في أدين أم يأتي من عند أقوم من هذا الجنين ما أنت أدبا أي ما تستكين فيه حسنا على ما من دلما أسوب أدبه ثم يرد إلى أرض أي أدبه على بنو كراكوك وأما من أمنا وأم لا سالم فله جدا الحسن وسر كل من من أيضنا ثم تواسع من تايدا ولك مغرب الشمس ودل أتقول على ما من لم نجعل له إنه لعزتنا كذل وقد حدنا يمال خبرا ثم تباس من حتى أنا ملك بين سنين ودن من دون ما قوم لا يكارون يبقى هنا قولا ألو يانا لغنيني إن يا جوجة وما جوجة مرسلون في رجب هل نجعل خرجا هل أنت جعل بيننا وبينهم سلطة كل كل قال وما كني في ربي خير وتدعى بينكم وبينهم نجمة آتوني زمرا حال آمن الرسول أشفقتموا كذين باتهم ربهم حتى إذا سا وإبين صنفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا على آتوني أورج عليه قدرا ومسأوا أن يظهروه ومن سداه له لقبا على هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقه وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور أجمعناهم جمعا وأكثره جمعا فوسقنا به جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أردا الذين كانت تعلم في جدان ذكر وقال لا تنسوا أبا سبا الذين كانوا ينتكروا بعد في الدنيا أولياء إن أجلنا جهنم للكافرين نذل قل هل ننجيكم بالأكثرين أعمالهم الذين ضل سامي لا تنين وهم ياسبون أنهم يوزنون أسنا أولئك الذين كروا بعت ربهم ولقاء فاملة أعمالهم فلا نجيب لهم يوم القيامة وزرا ذلك الذنب لأنهم ما كبروا واتكبوات ورسلهم زعاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا أن أهلا قل لو كان البار مدادا لكلمات ربي لنفر البار قبل أن تنبل كلمات ربي ولو جينا مسيح مددا ولأنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كنزي سورة مريم عليها السلام وجيتم واتسعون وتسعون سورة الهجر وجيتم واتسعون وتسعون سورة الواقعة وجيتم واتسعون وتسعون له تسعون وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة آية. بسم الله الرحمن الرحيم كاب صاد ذكر رحمت ربك عبده زكريا ان نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن الاظم مني ولت على الراس شيبا وانا ما كنت بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي اجرا حبل من لدن قوليا يا رسولي وين اسمنا يا ابوبا وجعلوا ربي رضي يا موسى يا زكريا وانا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سبيل قال ربي ان يكون لي غلام وكانت امرأة اجرا وقد ملكت من قبل اوتي انا كذلك قال ربك هو علي يحيى وقد كذبت من قبل لم تكشى قال ربي اجعل لي ايه انا اتوك ان لا تكلم الناس راس الهدي سواء فكرت على قومي من المهراب اوهي اليهم ان سبحوا ان سيقولوا ان سكب الله ان سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم سلام عليكم نبتم فدخلوها خالدين سلام عليكم لم يدخلوها سلام عليكم ودخل الجنة سلام عليكم لا نمتقي الجاهلين سلام عليكم بما سمرتم فنيم عقوبة الدير صدهم كرة وعشيا كلي يا آية هاي خذ الكتاب خذ الأفوى بقوة وآتيناه لكم عسليا وحنانا من لدنا وذكا وكان تديا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عسيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يحيى ونقول بالكتاب مريم إذ انتبذت بأسا أشقى من حديها مكان شرقي أكوزي حتى خدم من دونهم هجابا أرسلنا إليها روحنا حتى مثل لها وشرم سوية على تنية أقوم بالرحمن من إن كنت حمية على إنما أنا رسول ربك ليا ها لكي غلام لكي يا انا تنيه كون له غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبد يا انا كذلك قال ربك هو علي حيم ولجعلها لنا صرامه منا وكان امرا مقضيا فحملته حتى بدل مكان قصيا اجعل وخاف الى جزه نكرت قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت سمن سيا انا لي من تاج الله تعالى قد جعل ربك تاتك سريا اغزي اليك تجزي انك لتي تسا قد عليك غلام جديا فقولي وشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن سوا أنا نكلم اليوم إنسياكم فأتن به قوما تهملوا قالوا يا مريم لقد تشام فقيا يا مختارون أكان أبوك مرحاصا أما كانت أمك بيا فأشارت لي قالوا كيف نكلم من كان في المالي سبيا قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا ولم يتحلي جبارا شجيا والسلام عليا يوم ولدت ويوم أموت ويوم أباصي ذلك عيسى بن مريم قول الحج الذي في امتظر أكان الله أن يتكلم ولدا سبحانه إذا قد أمر فإنما قلوكم فيكون وأن الله ربي وربكم بابل هذا سر مسلمكم فاقترب الأن بينهم ويل للذين كفروا من مشهد يوم أليم أسمي أبتري القيا أسجدوا عليكم التكاثم فأمس اليوم يا تودر لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين فأذرهم يوم لا سنتذق الأمر وهم في قبلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرسل يومنا لهم وإلينا يرجعون وذكر بالكتاب إبراهيم لو كان صديقا النبي هذا قال أبيه يا أبت لما تعبد ولا أسمع ولا يسر ولا يقول عنك اليهود عنك سدود عنك إجيتهم عنك لما أزنت لهم عنك من الله عنك يداك عنك وزر الشيء يا أبت اللي قال جعلني من بعد ما أتك فتبيني حلق سرانا سويا يا مير أمت أبت لا تحبد الشيطان إن الشيطان كان نعم على أزياء يا أبت إني أخاف أن من سكى عذاب من الرحمن أتكون لي شيطان ولي أخوصي أنا أراقبه نمت عن آلهتي يا أيها هذا سلام يكون ما ترون من دون الله وعلى أورمي أسي الله كون بدعائر من شقية على ما ترونه وما بدن من دون الله وعلى أنه سيحبه وكلهم جعلنا
حتى إذا رأوا ما يؤدون إما العذاب وإما ساعة فسيعلمون من وشر مكان وضف جندا ويزيد الله الذين تنفني والباجات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير مرد أفرأيت الذي أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت الذي تولي أفرأيت من اتخذ إلهه هوي كفر يأتنا وقال أوتئنا ما لم هرد حتى لا نجيب أبتكر إن الرحمن أحدا كلا سنقط ما أقول ونمت له من الأغاق من داكري ونرس ما أقول أتنا فرد واتكذ من دون الله ألي أتلقون من ذاك الله سيكبرون إبارتهم ويكونون عليهم لدى ألم ترى أن أرسل الشعبين على الكيبين تعزهم أدى ألا تاجل عليهم إنما نهم درهم أداكم يوم ناس المتقين إلى الرحمن هم دا ورسوكم مثل من لا جهنم أولدا لم نكون شباد إلا من اتكر إن الرحمن أدو وقالوا تكتب الرحمن ولدا لقد جئتم شاهدا كني لقد سمعت يتفكرن منه وتنشق الارض وتجول الجبال حتى ان اول الرحمن ولدا وما بين الرحمن ان يتكل ولدا ان كل من سمعت الذي الا الرحمن ابدا لقد عزم قد ودا فكم كل ما جئ ولقى تفرد ان الذين امنوا من سالج سيدي الله ما نود ان ما سمع من سالج تبشر من متجينا وتدرب يقوم لدا كما هلك او من قرن هل تحس منه من بلاد لا تقول لك لا ولا تضحي منك تمام تمر سلسل بسم الله عليه حتى ذلك كل تشكي الا تدير تلمونك شيء تدير ملك الله وسمعت لله الرحمن هل استوي لو ما سمعت ما بلد وما بين ما تتسر وانت تعرف تقول فانا لما سر اخوي الله لا اله الا هو لو سمع الفجر ولا تك حديث موسى يدري الى رب قال يا موسى اننا تنر الالهاتكم يا بكم بس نجد على النيل خذ فلما اتى انا يا موسى اني انا ربك فك لا انا لك انك بالواد المقدس لي وانا قتلتك هل تفعل ما يحب انني على الله لا اله الا انا فاعبدني واجب الصلاه تجري ان ساعتها تدرك وقف فيها لتز كل ما سمعت سي انا سدنك ولا من وانت ما هو تدريك وما تلقى لي من الكاموس قال هي عسر اتوكل عليها واخش بها انا قدم ولي فيها ما لي بقول انا لقى موسى انا قى فاذا هي تتدي انا كنا ولا تكون سبيل سيرة تعالوا لي كركر وانظر يدك الى ثلاث تكرد بيضاء من ذي بسوء الى ثلاث الكبرى من ذي ثلاث الكبرى اذا بلا في المهون اجي انا ربي الشراء ربي الشراء يا سدر خلي للسلام صدري ويسر لي امري يقول وانا نقول تمن لسان يبقى هو قولي وجعلني وزيرا من علي هارون اخي واشدد به امري واشركوا في كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت من حفظنا على قدوتي تاصولك يا موسى كنكو ولقد مننا عليك مرة نقول انا وين انا ومن كبر انا قد بي في التا وانت فقد في اليم ولقي اليم إلي يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي وكتبا وتقول هل أدلكم على من يأكل هل دعناك إلى أمك كي تقر عينا ولا تعذر وقتلنا ثم نجيناك من الغم وقتلناك فتونا فلبس سنين يا لمدينة ثم جيت على قدر يا موسى كرقر واصطنعتك لنفسي من تلقاء نفسي وما أبرئ نفسي اذهب أنت وأقوك بآياتي ولا تدعي في ذكري إلى باينا فرعون إنه ذكير فقولا له قولا لينا لأنه يتذكر ويقشر على ربنا إنها نخاف أن يفرد علينا أو أن يضيئ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء
innaka anta alale wal gima fi ratar qamma sanau innama sanau kai da sar wala bu sai ba sajer wal gima sarajo hudran qalo man na gira da wal gima ratar qamma sanau innama sanau kai da sar wa wanna fa fi wal na ba na sha innaka anta alale wal gima ratar qamma sanau innama sanau kai wal gima fi na katu wa gima ya kafi ya minaka ya musi alahi asa atawaka wa da huj ya alaka ne wal ya fi ba ru har ga fa ina tun sai ga da kudur wala ta kausa ni ya sura tahlul wala ne karatu wa ta والسلام على من اتبعني إنا قدوهيا ولا قدوهيا قدوهيا إلينا أن الأباب على من كذبتني قال فمن ربكما يا موسي قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدي قال أما باب القرود لي قال علم عندنا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعلكم به يوم سنخلقكم بها سبل ماء وأنزل من السماء ماء أكرنا بأزواج من نبات شتى شتى لشتى قلوا ورأوا أنفسكم إن في ذلك لآيات لأولي الألباب إنا خلقناكم أبيارونكم إنا نخلقكم تارة تنقل ولقد أرنا فاتنا كل فقد وابيكم قال أجئتنا لتقول لنا من كذلك خلق السامري أخرج له إجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفنا يرون ألا ندعو إليهم قولا ونعم لكلهم ضرا فلا نفع ولقد قال هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم بي وإن ربكم الرحمن أتبعوني وأدعوا أمري قالوا لن نبر علي آكفينا حتى أنجى إلينا موسى قال يا هارون آمناك إذ رأيتم ضلوا ألا تتبعني فأسيت أمري
على ابن أمة لا تأخذ بلهيتي ولا برأسي إني كشيت أن تقول أروق تبين بني إسرائيل ولم ترقب قولي على ما أخلوك يا سامي على ما صرت ما لم يصر به أقممت أوضة من سر الرسول فنفسها وكذلك سولت لي نفسي على فنهو إن لك بلا أن تقول لا يسر وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي قلت عليه كفلنوا حرقنه ثم لننصفنه في اليوم من أسفاقه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء ما هذلك نقص عليك من أنباء ما قد سوى وقد أتيناك من لدنا ذكرا ونرى داره إنه يعمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسالم يوم القيامة إملا يوم ينبق بسوره وناشر المجرمين يوم إذن ذرقا يتخافتون بينهم وإن لبثوا إلا أشرا نالوا أعلم بما قولنا إذ يقول أمسل دليلة للبثوا إلا ما ويسألونك عن الجبال أقول ينصبها ربي نصفا يضرها قاعا سبصفا لا تري فيها عوجا ولا أمرا يوم إذن يتبون الداع يا لاه إيواجهنا وقاشا آتي نصفا تل الرحمن ألا تنمو إلا همزا يوم إذن لا تنمو الشفاة إلا ما نادنا له الرحمن ورده له قولا يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يهيبون به علما وعلت الوجوه لله القيوم وقال من عمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يكفر ظلما ولا حرما وكذلك انزلناه قرانا وسرمنا به من الويل لعلهم يتقون او يدرس لهم ذكرا فتعالى الله الملك لكم فلا تعلل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقل ربي إلما ولقد أهلنا إلى آدم يقولوا أن سوى لم يحاطوا وإذا قلنا للملائكة تجدوا لآدم فسجدوا إلا أقولنا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ألا يخرجنكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وإنك لا ترمو فيها وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم أليم يا ولا تبي أضغط إليه شيطان على آدم على دلك على شرة الكل وملك لا بلي أكلا منا ففدن لهما سوآتهما ونبقى يكسفاني عليما من ورق الجنة وأسي آدم ربه فقوي ثم تتبيه ربه أتعب عليه وحدي على بدا منا جميعا بعد كل بعد الأدو فيما أتنكم من دهدي ومن التباهدي على أدل ولا شيء ومن أعرض أن ذكري فإن له معيشة تنكم وناجره يوم القيامة آمين على ربه ما شرتني آمين وقد كنت بصيرا على كذلك أترك آياتنا فنسيته وكذلك اليوم تنسي وكذلك نجزي ونصرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب لكن تأشده أبقي أفلم يهل له أما لك لا قولهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآت لأولي ابنه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان عذابا وعدلهم مسبي فاصبر على ما يقولون وسبي بحمد ربك قبل دلو الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهر لعلك تمضي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا أتينا بآيات من ربه ألم تأت بينة ما بالصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي قل كل متربص فتربصوا قل كل من عند الله قل كل يعمل على شاكلتي فستعلمون من أصحاب صراط سوي ومن اهتدى
سورة الأنبياء عليهم السلام مكية وحيانية وإلى أشرة سرق الله الأدب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أما آتيهم من ذكر ربهم مدبرين أن أصدقوه وهم يلعبون الله يهتم قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا ولا هذا إلا بشر مثلكم أفتاتم سهرا وأنتم تبشرون أم الربيع الأول قال في السماء والأرض وهو السميع العليم أم بل قالوا أم بغاض آلام والإبترون بل هو شاعر فلياتنا بآت كما أرسل الأولون أما آمن قولهم بمريتنا لكما أبهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال يوحي إليهم فسألوا آل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلنا قدر الله يقولون الله وما كانوا كالدين ثم بركنا أم الوعد فأنجيناهم من نشاء وأهلكنا المسرفين ولقد عليكم كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم أهلكنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها يومنا كريم فلما سوف سما إذا منا يركضون ألا تركضوا وارجعوا إلى ما أجربتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ما ظلمت الكدعين وتجعلنا مشيدا كاملين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن ننتقل لا وأن أو من الأجمع إن كنا فاعلين أولا نقدم بالعمق البادل يتمقه إذا هو ذاهب ولكم الويل مما تذهبون ميرم والله من في السماء والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستهزئون يذبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان بهم آلهة إلا الأولى فسدتا سبحان الله رب العرش أما ينصفون لا يسألوا أما يفعل هم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل أتوا رآنكم هذا ذكر أمي وذكر من قبلي ألا كثرهم لا يعلمون الله فهم مريضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه العباد مكرمون لا يذبحونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما كلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم بزيا فذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فاتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء هي أفلا يؤمنون كيوي وجعلنا في الأرض راسيا أن تميد بهم وجعلنا في أبجدا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء وكفا محفوظا وما نأتي أمورد
الدُّعَاءَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّهِ بَلَغْنَا لَبَهُونَ وَمَا أَرْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْقَ أَفَإِنْ أَنْتَ هُمُ الْخَالِدُونَ أَمْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ أَنَبْلُوكُمْ الشَّرَّ وَالْخَيْرَ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ وَلَقَى الْإِنسَانُ يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ أَوْ لَقَى الْإِنسَانُ أَمْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَتَرَىٰ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءِهِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَلَّمَهُ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ أَلَمْ وَنَجِّكُمْ مِنَ الْبَرِّ أَرَدْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ وَلَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ كَمَا إِنَّ رَحْمَتِي رَفِيعٌ إِذَا لَأَمْسَكْتُ كَشِيَةَ الْجَوَارِ وَكَانَ الْإِنسَانُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا رَدَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ أَبَيْنَ أَنْ يَعْمَلْنَهَا وَأَشْوَقَنَ مِنْهَا وَعَمَلَ الْإِنسَانُ عَلَى عُيُونٍ كَقَوْلُهُمَا إِمَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ إِلَيْهِ رَدِّ الْمَسَا وَمَا أَخْرَجَ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا يَعْمَلُ مِنْ ثَوَابٍ أَبَوْا إِلَّا بِعِلْمِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِكَ قَالُوا أَضَلَّنَاكَ وَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيرٍ فَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مِنْ مَحِيضٍ أَجَلٌ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ وَلَا أُبْدِي مِنْ نَفْسٍ لَوَّامَةً أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّا نَجْمَعَ إِذَا مَا عَلَيْهِ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ هَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ إِنْ أَنبَأَ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَتَعَلَّقُ وَلَأَنْعَامِكُمْ إِذَا جَاءَتِ مَوْتُ كُبْرِي يَوْمَ تَذَكَّرُ الْإِنسَانُ يَرَامِ مَرَّهُ تَلَا الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ إِنَّ شَيْئًا كَلَّا نَدْبَتْ كَلَّا هُوَ قَدَّرَ مَنْ سَمِيرَ يَسْرَفُ وَمَا تَهُ فَقَبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ شَرَجَ أَشْرَادُهَا اللَّهُ لَمَا يَنْقَضِ مَا أَمَرَ هَلْ يَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرَى وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ أَلِمَتْ وَسَمَّى قَدَّرُ وَأَكْرَمُكُمْ يا أيها الإنسان إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهكت وإذا الأرض مدت وعلقت ما فيها وتكلت وأذنت لربها وهكت كمسي يا أيها الإنسان والسماء والطارق أما أدريك من طارق النجم الثاجم ينفل نفس إلا ما أله حامل هل ينظر الإنسان إن ربك لبن مرشا أما الإنسان وجاء ربك والملك صفا صفا وجيا يومئذ بجهنم بزيا وجيا يومئذ بجهنم يومئذ يتذكروا الإنسان إذا أزول زيرا تدار دوزير زالها وأخرج تدار دوزقالها وقال الإنسان من عجل توريكم واتي ألا تستعجلون ويقولون وتعذر وادي من شادين أو يعلم الذين كبروا هنا أيكفون أن وجوهم النار ولا أزورهم ولا ينصرون ألا تاتي وقد دمتواتهم بلا استدور ردها ولا هم ينظرون ولا قد استوذي على رسل من قبلك فهاجا من الذين سكروا منهم ما كانوا به يستعذرون رمان يكلاوك بالليل وانا اري من الرامنا رمان ذكر بهم اريدون ام اللهم علي اتبتون اهم من دغلنا الا استديون نظر انفسهم ولا هم منا اضعبون رمان تانا هؤلاء واباءهم وتطال عليهم الامر افلا يرون ما شرر انا انفس امن ضرى بها ابو مرق عليون فلنقى وزركم الواي ولا يضمهم من دعاء اذا ما ينظرون ولا يمسر من ربك من اضعب ربكر يقولنا ويلنا إنا كنا ظالمين وأنا باقنا موازين ليسرى يوم القيامة فلا تظلموا شيئا وإن كان منذ قالوا عبة من كرجل نتنا بها وما نظلموا إما منع مساجد الله أن يذكر في ألمه وذئي في كرابها ولكن البر من انتقي وأتى البيوت إن أبوى بها إن تمسلكم حسنة تنجزوا وإن تصبوا لما فيها
يبره بها ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة من يبقه وفي أذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأقسموا بالله جاد أيمانهم لئن جاءهم آية لا يؤمنون بها وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجرنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها وقالوا ما ماتتنا إلا تظهرنا بها سأضرب عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لهم قلوب لا يبقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللهم أرجل يمشون بها اللهم أيدي يبدشون بها اللهم أعين يبثرون بها اللهم آذان يسمعون بها ولقد همت بي وهم بها وآتينا ثمود الناقة مبذرة فظلموا بها ولا تجأر بصلاتك ولا تكبت بها وسبي بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها وإذا ذكر الناس رحمة فرحوا بها يستعجل بالذين لا يؤمنون بها وإن إذا أذق الإنسان منا رحمة فرحا بها ويوم يعرض الذين كفروا على النار أضحوتم طيباتكم بحياة تقوم الدنيا واستمتعت بها وأكره لو تقدروا عليها قد هدى الله بها وكفي بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمنتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ومن يقول هذا ذكر مبارك أنذرنا وأنتم له منكر كيوي لقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذا قال لأبيه وقومه وهذه التماثيل التي أنتم لها آكفون قالوا أجرنا بنا لها آبدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللائبين قال بل ربكم ورب السماوات والأرض الذي أدرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أظلامكم بعد أن تولوا مدبرين وجعلهم نظاما إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمينا فتى وقرؤوا يقال له إبراهيم قالوا هاتوني على أعين الناس لعله يعدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا يوهم فسألوه إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما أولئك ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أقل لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانظروا آلهتكم إن كنتم فاعلين لنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم لغسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا بها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وعوينا إليهم إلى النكرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تقوم
أمر لك وايل إنهم كانوا أمسوا ينفاسين وعدك الماو إرعمتنا إنه من الشالحين ونوان ذنبي من قبله فازددنا له ونجيناه وعله من الكرم العظيم ونشرناه إلى قوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا أمسوا عقرقناه أجمعين وداود وسليمان إذ يأكمان بالأرض إذ نبشر فيه كنا ملذو وكنا لأكم شاهدين أبنا سليمان وكلنا نعطيناه كما وعلما فكرنا عن داود الجبال سبيعنا وطير وكنا فائلين فعلمناه شرنا تلبوس لكم وليوذنكم وعليكم هل أنتم شاكرون هل سليمان الرية هذه وتع أدري بأمره إلى الأرض التي باركنا بها وكنا كل شيء عالمين من كيوي ومن الشاذين ومن يقصون له ويعلم هابلين وأيوب إذ نار رعمه عليم سني الضر وأنت أرحم الراحمين استجبنا له ونجيناه من اللقاء وكذلك ننجي المؤمنين وذكريا إذ نار رعمه ربي لا تذرني فردا وأنت غير الوارثين استجبنا له وأمنا له يحيي وأضلعنا له لو جاء إنهم كانوا يسارعون في الكيرات ويعرؤون النار رقبا مرهبا وكانوا لنا كاشعين والتي أعطنا فرجا فما فكنا بها الروينا وجعلنا من آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فانتقون وأنا ربكم فاعبدون فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الشاليات وهو مؤمن فلا كبرنا لي سايوا إنا له كاتبون فرامنا لا قريتنا لكنا أنهم لا يرجعون حتى إذ أبو جار ياجوج وما جوج وهم من كل أدب ينسلون واقترب الوعد أبشار الذين كفروا يا ويلنا أنا كنا بقبلة من هذا أولا كنا ظالمين إنكم ما تعبدون من دون الله الله جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء يالية ما وردوا وكل فيها كالدون لو إن فيها زفير وإن فيها لا يسمعون إن الذين سبق الله من لوسن ولائك أنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وإن في ملدات كالدون لا يعذرهم الفضاء الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم ننوى السماء هدي سجل الكتاب أما بدأنا أول كريم عيد وعدا علينا إنا كنا فائلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن النذير سواء عباد يشالهون إن في هذا للعاق لك من عابرين وما أرسلناك إلا رامة للعالمين إنما هي إلي أنما إلهكم إله واحد أن أنتم مسلمون فإن تولوا فلا أزلتكم على سواء وإن أدري أقريب ما إلى ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم متاع إلى حين ربكم بلا ورب الرحمن المستعان على ما تكسبون سورة الحج أدنية وياست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا ما كنت قرانكما إن الله لا تنسادي شيء عظيم يوم ترون يبعل كل مرضعة فانفجر من حسنة عشرة عينا ذلك كل واتقوا يوما ترجعون إلى الله ثم توفي كل كيف إذا جمعنا وليون الله رعيب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه والله أعطى لهم هذا اللهم الشيطان وأنا أكرجهما مما كان فيه ولا تقاتلوا إن الله مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه لياكم
بين الناس في مقتله يسألونك عن إشعار الحرام تعلم فيه ولست بآكزي إلا تقمدوا في أبنا إنك جاء من الناس أجل ليوم الله رعيب فيه الله لا إله إلا هو يجمع لكم إلى يوم القيامة لا رعيب فيه شدق لما بين يديه من التورير وآتناه الإنجيل في ودا ونور ومشدق لما بين يديه من التوريت ودا وموئدة للمتقين ولياكم هذا الإنجيل ما أنزل الله فيه أتبع لنه سر رحمتا يجمع لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه إن هؤلاء تبر ما هم فيه ودرسوا ما فيه يشهد إنهم لكاذبون لا تكن به أبدا لما تجد نسس على التقوى إن أول يوم الحق أن تقوم فيه وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا لكم شهودا ذتبه دون فيه ولقد أتينا موسى الكتاب أكتلف فيه أقم الشلاة قارف النهر أغلف من الليل إن الحسنات إذ إبن صيع ذلك ذكر للذاكرين وشبر إن الله لا يضيء أجر المحسنين لولا كان من القرون إن قبلكم أولو وجية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ثم نجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه على ذلك كنا الليل تنني فيه إنما جعل الصمت على الذين اختلفوا فيه أدرنا لن يكلك مثلهم وجعل له أجل لا ريب فيه أجل المجرمين مشفقين مما فيه عالدين فيه لنبتلهم فيه ورزق ربك ولا رأيتم إن جعل الله عليكم النهار صلى رمضان لا يوم القيامة من الله ونقير الله يأتيكم بليل ذكرون فيه إن الله كان عليما حكيما واتبع ما إليك من ربع إن الله عام بما تعملون كبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وأجعل الله لرجل من قلبين في جوكا فأجعل كري ولقد أتينا موسى الكتاب وقتل وفي لتنزر يوم الجمع إلى ريب في بادر السماوات والأرض يعلنكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يقرأكم في شرع لكم من الدين مع الشبهين والذي أوحينا إليك وما أوحينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه ولما جاء عيسى بالبينات على قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي يختلفون فيه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ولله يوحيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولن ابتليتوا علي إجراني ولن ابتليتم حرفي ألا تملكون لي إن الله شيئا وأعلم ما تبيضون فيه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم في أم لهم سلم يستمعون في وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين في لنبتنهم في جملة كل وين كل زين أو في كل والله على كل شيء قدير يوم تجد كل وما تملك من شيء فإن الله به عليم كل ومن يقل ياتي يوم أقل يوم القيامة يوم توفي كل أين كذبوك أقد كذب رسلا من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل ولا تكسب كل أم بعجبنا إن سنة عشرة عينا أنا علم كل يوم كنا عن دراستي ملقافلين وما لك دعا ذكرياه وما لك أنقلبه وما لك الولايات هنا لك ثبورا هنا لك موت الليل المؤمنون هنا لك معظم هنا لك العبود هنا لك الكافر هنا لك تبل كل إن الذين أنقر عليهم كلمات ربك لا يؤمنون إن الذين كبروا سواء عليهم أنظرتهم أم لم تنظروا لا يؤمنون أو كلما أدوارنا بله بريق منه على كفره لا يؤمنون أتوا على نفس الرامة ليجمع لكم إلى أيام القيامة لا رئيب فيه الذين كسروا أنفسهم بروا لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين كسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وما يشعركم عنها إذا جار لا يؤمنون اجعل قدره ضيق مريم كأنما يبتعد من سماء فذلك جعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون إنه يريكم هو قبيله من أذ لا ترونه إنا جعلنا الشهادين أولياء للذين لا يؤمنون إن شر الدواب
إن الله الذين كفروا أهم لا يؤمنون كذلك أنزل كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قولوا انظروا ماذا بسمعات ولر وما تقول لا تنظر أنهم لا يؤمنون ومن يكفر به من العذاب فالنار موئده لا تكن إبرية منه إنه لا يؤمن ربي ولكن أكبر الناس لا يؤمنون سورة الرعد سورة المعارج مكة مدينة 44 سورة البقرة مدينة آل عمران مدينة نسائي مدينة مائدة مدينة لمباني مدينة توبة مدينة حج مدينة نوري مدينة لازابي مدينة كتالي بتي وجراتي حديدي مجادلتي حشري ممتانتي سبي جوم أر مدينة منافق مدينة تقابني قبنس بلاقي تاريمي قيمت نسر فلق ناسي دهوك المدينة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر تلو تلك تلك والذي أنزل إليك من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وأنذرهم يوم الآزرة إذ قضي الأمر وأنذر قبل جمعهم لا يؤمنون عذبنا بعدهم بعدا وجعلناهم أهل عمودا لبن لا يؤمنون لقد أكثر على أكثرهم بهم لا يؤمنون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذروا لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون تركبون نبقى عن طبيعي أم أنهم لا يؤمنون ولو جعلهم كل الله يعلم ما تعملوا كل أنذي أما تجد الرحم أما تذروا كل وقد بقال الذين من قولهم هل العلم كروا جميعا يعلم ما تكسبوا كل واستمتعوا وكام كل يوم تاتي كل لو سنت جعل الأمن وسيأتوا فيه كل إن سمع الله وسمع الله فأدى كل ولا إذن كان هم سولا ولا تمشي من الأرض مرها إن تغلت كرك الأرض ولا أنت من أول الجبال بولا كل وعين بجل الرحمن أن تجد غرداء كل وقل بيان تجد كل أفهم تمام الكالب كل يوم ترون أهلال كل مرد أجم أمعدل وتضعوا كل أتقضوا أمرهم بينهم زبرا كل وما كان معه من إلا إذا الله كل فنبلغ مكان كل إنما مرجوان عبد رب هذه الولد الذي حرمها وله كل ولا تلوم لا إله ناكر لا إله إلا هو كل شيء هالك لله وجه له لكم وإليه ترجعون سورة الأنكبوت أما كيت ما تدع وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أربي واسعة هيا فعبدون كل نبينا إليه وتقوا قيم عشرا ولا تكونوا من المشركين أمين الذين فرموا دينه وكانوا شيعا كل ألم نجيهم إلى البر أمينهم مقتصر وما يجعل بآتنا إلا كل وجيء بالنبيين والشهداء يقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيد كل الزبدكم لهم قوم نوح ولا عذاب من بعد محمد كل لله الواجد لقيركم سي اليوم حرفي تجد كل وذكر باوء كل إنا أنذرناه ياكو ليلة مباركة مما كنا زين بزين يا يفرق كل وكلك الله السماوات والارض بالله وتجد كل وتربا كل ده كل ده كل ده كل امه جاسيا كل ربك بصرا مالك يا مولى وجار كل وما لنا من عمله من شيء كل وكذبوا وتبعوا ان وكل وما بهم ام بابي ابراهيم وما بهم حرف ان الله اسمه بينهم كل ولقد لك ناشياكم فهل من مدكر وكل شيء لوه بزور وكل أبي على ربكم أتغزبان كل من عليها فار وشبي إذا أصبر إن على إلا الكبار نزيرا للبشر لما إن شاء منكم أن يتقدم ويتعكر كل مرت من قصر أن يريدوا كل الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل وسماء وبارك وما أدرك من دار أم من مساج يوم كل ذاتي هم لها وتعن عاس زكاري وما هم لذكاري ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ويتبع كل شيطان مرين واتبع عليه انه من توليه تيله انه يدله ويهديه الى عذاب السير يا الناس لو كنت في ربع من الاباد فانا لقناكم من تراب ثم